السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ ماما. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم نوع اخر من البريوش. بالنسبة للمقادير عندنا 200 غرام دقيق ابيض، 50 غرام دقيق القمح، نخالة، 40 غرام سنيدة، 40 غرام زبدة، ملعقة كبيرة زيت، كاس صغير عصير البرتقال، ملعقة صغيرة خميرة حبيبات، قشرة البرتقال، 30 غرام كوك، بيضة، ملح، ماء دافي. وضعت المكونات كلهم في البيتخان. غنضيف الماء شوية بشوية حتى نحصل على عجين متماسك، ونعجنه لمدة 15 حتى 20 دقيقة، وغادي نخليه يرتاح لمدة نصف ساعة. هذا هو العجين اللي حصلت عليه، نص لونته بالكاكاو والنص الاخر بالخرقوب البلجي. من بعد قسمت العجين الصفر على جوج والماغون على جوج. سرحت العجين الاصفر والقهوي على شكل دائرتين متقيستين، وبالنسبه للعجين اللي بقى خليته باش نشكل به من بعد. كما كتلاحظوا معايا حطيت الصفر على القهوي كما كتشوفوا على الشكل هذا، وتراصيت الدائرة ديالي باش نقطعها على 8 ديال المثلثات، ولكن بلا ما ندوز من الاطار. هنايا كما كتشوفوا جا قطعت دابا، فهذا الشكل هذا كما كنشوفوا انا ما دزتش من الاطار. هذا هو المثلث ديالنا كما كتشوفوا، غادي نفلحو من الوسط ولكن بلا ما ندوز من هاد الجناب على الشكل هذا. هاد الشكل ندير نفس الطريقه المثلثات اللي بقاو ليا. هنا ولكن بلا ما تدوزي من هاد الجوانب الشكل هذا. هنا حاولي انك تقطعيه من الوسط. هنايا غادي ناخذ المثلث، غادي نحل هذه الفتحه وندخله للداخل بهذا الشكل هذا كما كتشوفي هكا بهذا الشكل هذا، وحاولي تخرجي انك تطلعيها شويه من هذا الجناب بهذا الشكل هذا وقديها. حاولي ما امكن انك تخرجي هذا القهوي من هذا الشكل هذا. هذا هو الشكل اللي حصلت عليه كما كتشوفوا معايا. بالنسبة للعجين اللي بقى عندي غادي نقسمو على ثلاثة الأجزاء كما كتشوفو هنايا، غادي نخدم بالثلثين، والثلث اللي بقى لي غنحتفظ به هكا بهذا الشكل هذا، وندير نفس الطريقة للماغون. غادي نقسمو على ثلاثة الأجزاء، نحاول يكونوا متساويين. بهذا الشكل هذا غادي نخدم بالثلثين، و الثلث اللي بقى عندي نخليه. بالنسبه للعجين اللي بقى ليا خديتو سرحتو في الوسط ديال الشكل، خديت درت الصفر هنايا كما كتلاحظوا الصفر، وحطيت من الفوق ديالو القهوي العكس ديال الشكل الاول.
هنايا غادي نقطع العجين ديالي كما درت في التقطيعه ديال العجين الاول. غير غادي هذه المره غادي ناخذ هذا المثلث كما كتشوفوا معايا، غادي نقطع من الوسط هذا المثلث حتى الوسط المثلث اللي مقابل معاه هنايا بلا ما ندوزو المحيط كيف العاده. بسم الله غادي نبدا. هذا الشكل هذا غنديرو نفس الطريقه من الوسط ديال هذا المثلث حتى الوسط ديال هذا المثلث المقابل معاه حتى نكملو كاع المثلثات ديالنا. بهذا الشكل هذا حاولي ما امكن ما تدوزيش من المحيط. الشكل هذا نقطع اخر وحده. هاد الشكل هذا هنايا كل مثلث غادي نفلحو هاد الشكل هذا في الوسط. ممكن كيف العاده ما ندوزوش من المحيط ديالو. ندير هاد البقاونية بعد ما فلحت المثلثات غادي ندير كما درت في الشكل الاول، غير غادي نديرو بطريقه معاكسه. غادي ناخدو غادي ندخلو مع هاد الفتحه اللي درت هنايا دخليه مزيان هكا، وحاولي انك ديري في الوسط ديال هاد جوج المثلثات هنا غادي ندخلو مزيان حتى يبان لك هاد الصفر. هذا هو الشكل اللي حصلت عليه بالنسبه للعجين اللي بقى ليا درته على شكل برده كما كتشوفوا. غادي نخليه يخمر لمده ساعه ونطيبو على درجه 180 حتى يطيب. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش بعد ما خرجته من الفران ودهنته بشويه ديال الكونفيتور باش يعطي لها بريونس. كنتمنى تعجبكم الوصفه وبالصحه والراحه. إذا عجبكم الفيديو ديالي ديروا جيم وديروا سابوني.